احنا طبعا المؤتمر ده مخصص للاعلان عن انضمام نواب الشعب للحمله. معانا النهارده اكثر من 100 عضو مجلس شعب عن جميع المحافظات، غير منتمين لاحزاب او اي حركات، احزاب كلهم نواب مستقلين. بنعلن النهارده عن انضمام الشخصيات العامه الاستاذه فريده والاخرين الموجودين معانا الساده الافاضل. بنطلق النهارده عده حملات مسانده لحملتنا، وبنعلن اولا انضمام اتحاد نقابات عمال مصر وبعض الحركات الاخرى. وبنطلق النهارده اكثر من حمله امسح جدارك لتطهير شوارع القاهره من العبارات المسيئه للمؤسسه العسكريه. وبنطلق حمله الدستور اولا قبل انتخابات، وبنطلق حمله انتخابات رئاسيه قبل انتخابات البرلمانيه، وحملات اخرى سيتم الاعلان عنها حاليا. الخطط المستقبليه للحمله تكمل جميله من جمع التوقعات والارقام. احنا وصلنا 15 مليون، وان شاء الله كل نائب في محافظته على مستوى جميع المحافظات هيعقد. مين بعض النواب؟ في معانا الاستاذ حمدي الفخراني، يعني انا مش متذكر الاسماء طبعا قوي يعني، ولكن معانا الاستاذ حمدي الفخراني ونواب اخرين. كل نائب في محافظته هيعقد مؤتمر شعبي وهيتولى جمع الاشراف على جمع التوقعات في المحافظه من خلال شباب المحافظات. احنا النهارده وصلنا 15 مليون على الاسبوع اللي فات، لسه ما دخلناش الحصر بتاع الاسبوع دوت. ان شاء الله على نهايه الاسبوع اللي بعد القادم، يعني قدامنا اسبوعين، نوصل 30 مليون ان شاء الله. عايز اعرف رد حضرتك على ما قاله باسم يوسف من انه هو نصف انقلاب او ما يوسف بصوت 30 مليون. هذا الرجل اعتقد ان هو يعني لا يجوز ان يكون مصري وان تسحب منه جنسيه مصريه. من يهين جيش وطنه ورمز الجيش الوطني ووزير الدفاع الخاص به لا يستحق الجنسيه المصريه. احنا قدمنا ضده بلاغ للنيابه العسكريه وقدمنا بلاغ للنيابه العامه، وهناخد ضده اجراءات وهنصعد الاجراءات ضده، واحنا عملناها كمان على رئيس القناه نفسه لان هو المفروض ما كانش يسمح بظهور هذا. ولكن هناك بيان صدر من بعض القنوات الفضائيه ان هي بتقول ان ده مش توجه القناه وده يخص البرنامج، وان البرنامج بيقدم رساله للمشاهد ان البرنامج ساخر وهزلي. والله بص حضرتك، طبعا الكلام ده مش مظبوط، لان رئيس القناه هو بيتحكم في الماده اللي بتكون في القناه. ما ينفعش ان يجي واحد يعمل برنامج يسخر من وزير دفاع ورمز وطني واقول انا ماليش دعوه، ده مذيع البرنامج او معد البرنامج، احنا وراهم ورا اي حد هيسيء للمؤسسه العسكريه. بقول لحضرتك احنا النهارده بنعلن ان احنا ظهير شعبي للمؤسسه العسكريه حاليا وما بعد الترشيح وما بعد الرئاسه ان شاء الله. اهم المحافظات اللي انضمت النهارده جميع المحافظات، الساده النواب الموجودين الصعيد والشرقيه وجميع محافظات مصر من اقصاها الى ادناها. حضرتك بما انك مؤسس لحمله كمل جميلك واحد الناس اللي هم بداوا بفكره الحمله، يوجد هناك بعض انسحاب لبعض الشخصيات منهم المتحدث الاعلامي الاستاذ عبد المنعم زكريا، ما قولك على انسحابه؟ احنا من اليوم الاول للحمله اعلنا ان احنا حمله شعبيه ليس لنا اي انتماءات حزبيه. الاستاذ عبد النبي يعمل في حزب الغد تحت رئاسه موسى مصطفى موسى، والاستاذ موسى مصطفى موسى اطلق حمله سماها بنفس اسم حملتنا، حمله كمل جميلك يا شعب. وهذه الحمله انا هنزل تحذير رسمي من التعامل معها لوجود علاقه وثيقه بالمستندات سياسيه، شراكه سياسيه بين موسى مصطفى موسى واخوه وجلال الشاطر ومحمد مصطفى ورد وبعض عناصر الاخوان. فهذه الحمله هي حمله مناهضه للفريق السيسي وليست مؤيده له، وان كان في ظاهرها انها مؤيده له. الاستاذ عبد النبي على الستار كان متحدثا رسميا لدينا بصفته الشخصيه، ولكنه فضل انتمائه الحزبي وذهب مع موسى، ولكن له كل التقدير مننا يعني.